فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم حول الصيام. أغلب الأسر لها عندها مفاهيم مغلوطة عن الصيام. لما يأتي شهر رمضان هم يتوقعون بأن شهر رمضان هو شهر الأكل والشرب والتوسع في هذه المباحات، واعتقد بأن هذا مفهوم مغلوط أو فهم مغلوط عن حقيقة الصيام. شهر الصيام في واقع الأمر ليس هو شهر للأكل والشرب والتوسع في هذه المباحات من المطعومات والمشروبات، هذا غير صحيح. ولذلك لما سئل بعض السلف عن الحكمة من صيام رمضان قال حتى يعلم الغني، حتى يذوق الغني ما يعانيه الفقير. هذه طبعا أحد الحكم التي يذكرها العلماء، والمقصود بأن من المفاهيم المغلوطة أن شهر رمضان هو شهر التوسع في الأكل والشرب، ولذلك تجد الأسواق والمتاجر والجمعيات تكتظ بالناس في قضية الشراء. أنا لا أقول بأن هذا ممنوع، لا، هذا مباح ولله الحمد، لكن أنا أتكلم على قضية أن الصائم الآن الذي امتنع عن الأكل والشرب في فترة النهار يعوض في الليل أضعاف مضاعفة ما كان يأكله قبل رمضان، هذا فهم مغلوط لمسائل الصيام. لذلك الآن الصيام فيه أمور صحية للبدن وللعقل وللروح وللقلب، شيء عجيب جدا، وهذا يدركه من تعود على الصيام. وفي المقابل أن المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، فتغذية المعدة بمثل هذه الأطعمة الكثيرة وبمثل هذه الأشربة المختلفة والملونة، ما استفاد الإنسان من هذا الصيام في واقع الأمر. ولذلك الإنسان يأكل باعتدال ويشرب باعتدال، هذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك من المهم جدا أن نصحح مفاهيمنا، لأن نحن الآن قدوات لأولادنا. الأولاد اعتادوا الآن في كل رمضان أنه والله لابد أن يعني السفرة هذه فيها الأشكال والألوان والأنواع من الأطعمة والأشربة، وبعد ذلك سيتعود الأطفال وينشؤون على ما كان عليه الآباء والأمهات. فحاولوا قدر المستطاع أن يكون يعني الأكل في رمضان باعتدال، أن يكون الأكل في رمضان باعتدال. الأمر الثاني من المفاهيم المغلوطة أن شهر رمضان شهر لتقطيع الأوقات ولإهدار الزمان، ولذلك تجد بعض الناس الآن يعتقد بأن شهر رمضان هو شهر الإغراق في المباحات، شهر الانشغال ببعض الأمور التي قد يكون ضرها أقرب من نفعها، بل قد تكون ضارة ويكتسب الإنسان فيها الآثام. شهر رمضان ليس هو شهر التهتك، وليس هو شهر التمرد، وليس هو شهر قتل الأوقات فيما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. شهر الدقيقة فيه تمثل موسم من مواسم الخير، كيف أذهب وأضيعه في مثل هذه الأشياء؟ فلذلك من المهم جدا أن ينتبه الإنسان وأن يغلق كل النوافذ ويسد كل الأبواب التي تخدش وجه الصيام الصبيح، أو تضر بهذا الصوم، أو تكدر هذه الأجور التي يكتسبها الإنسان من صيامه لشهر رمضان المبارك. هذه مفاهيم مغلوطة أصبح الناس ينشؤون عليها، والسبب سامحوني في هذا أن الأولاد يشاهدون آباءهم ويشاهدون الكبرى في البيت والأكابر اللي في البيت على هذا الأمر، فيأخذون هذا السلوك، لأن الولد سر أبيه والطباع سراقة والإنسان يقلد الكبير، فينشأ على مثل هذا، يظن هذا والله هكذا شهر رمضان أن يقطع الوقت. المفهوم الآخر فيما يتعلق بالنوم،
يعتقد بعض الناس بأن شهر رمضان شهر للنوم وشهر للكسل، وهذا غير صحيح. شهر رمضان شهر العمل، شهر الجد، شهر السهر، شهر إضناء البدن، شهر التقليل من النوم، لأن هذا موسم سيذهب، أياما معدودات، أيام معدودات ستذهب وسريعة جدا، سبحان الله العظيم. تشوف الناس في رمضان دائما لما يمر الأسبوع الأول قالوا ها راح الأسبوع الأول، تفاجأنا، يتحدثون دائما سبحان الله الشهر سريع. نعم سريع، الأيام كلها سريعة. ولذلك من الفهم المغلوط أن والله الصيام شهر، أن شهر رمضان شهر للنوم والكسل والدعاء، هذا غير صحيح. كان بعض السلف يختم كل يوم في رمضان، يختم كل يوم في رمضان. كان بعض السلف يقوم قيام عجيب، كان بعض السلف يعني يعتزل، يقول هذا شهر الصيام. حتى العلماء سفيان الثوري والإمام مالك كانوا يتركون الدروس، التدريس، تدريس العلم، يتركونه، يؤجلون ذلك، يقولون هذا شهر القرآن، يتفرغون فيه للقرآن، يتفرغون فيه للقيام في الليل، يتفرغون فيه لكثرة ذكر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وقال له قل آمين آمين آمين، لما صعد المنبر الصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله تقول آمين آمين؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد، ومن جملة ما قال والشاهد هنا، قال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك رمضان، أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. ولذلك يا أخواني شهر رمضان شهر الجد، شهر العمل، شهر العبادة، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الذكر، قراءة القرآن. فلا بد أن نكنس هذه المفاهيم المغلوطة عن عقولنا ونفوسنا، وأن نفهم معنى الصيام. ولذلك لو أن كل أسرة فعلا اهتمت بهذا الأمر وصححت مثل هذه المفاهيم، أعتقد بأن الجيل القادم سيفهم معنى الصيام وسيستثمر شهر رمضان استثمار جيد. المسألة الأخرى